لا، في نقطة مهمة هنا. احنا كنا تملي مقتنعين نفكر ايه، ان التأثير القرآن والحاجات دي ده ايحاء، في ناس كتير بتفتكر ايحاء وعملية نفسية، لكن هنا بنوري ايه، هنا بنوري ان في تغيير فعلي، لا في تغيير فعلي في جزيئات المية بطريقة علمية لا، وتغيير مش ايحاء، مش عملية نفسية، لا ده جزيئات المية جوه الجسم فعلا بتتغير، بتتغير فعلا. عشان الناس اللي كانت دايما كانت تجيب، وانا النهاردة افتكرت الحكاية دي، اما كانوا يجيبوا ورقة شجر ويقولوا مكتوب عليها اسم الله او كده، الناس النهاردة اللي هتشوف الرسومات اللي معانا دي هيشوفوا الموضوع بشكل غريب جدا. يعني ده فعلا حاجة علمية. خلينا نبتدي نشوف الرسومات وحضرتك تشرحها لنا لو سمحت. دي اول كريستالة ظهرت معاهم زمان، ولذلك دي كريستالة مشهورة قوي عندهم وموجودة في الكتاب عندهم. دي خلينا نقول للناس برضه عشان بيفهموا يعني ايه كريستالة، دي حبة مية، دي نقطة مية في النهاية، يعني جزء من مية بتسيح من التلج، وهي بتسيح من التلج. هي بيحصل ايه؟ وهي بتسيح هم بيقعدوا بالميكروسكوب عليها كده، وبتبتدي حاجة تظهر، حياة الحاجة اللي بتظهر دي بين دقيقة وبين دقيقتين، المية وهي بتسيح وهو مستنيها كده يبص يلاقي الشكل ابتدى يتكون. هنا كان كأنه مثلا حاجة ألماز وجواها لؤلؤة في النص، وتبتدي تتكون كده وبعدين تبتدي تسيح تاني. فهي الشطار بقى ايه؟ تلقطها في الوقت، يلقطها في الوقت ده. خلينا نكمل. Next please. هنا كل المياه الكريستالات الحلوة دي اللي في الأول دي من مياه طبيعية، يعني ده من اللاجو ماجوري، دي بحيرة في سويسرا، فبنشوف المياه الطبيعية مطلعة شكلها حلو، كريستالات حلوة ازاي. ده في نيوزيلندا، من بحيرة في نيوزيلندا، وده في القطب الجنوبي. ده صورة نقف عندها شوية هنا، متاخدة من مية زمزم. دي مية زمزم. دي مية زمزم، وطلع تكوينات حلوة جدا. انا عايز اقول حاجة بالنسبة لان انتوا بتشوفوا حتت بتبقى واضحة وحتت مش واضحة قوي، الكاميرا نفسها عشان الكريستالة دي مجسمة، يعني ما هياش مفروضة كده، لا دي مجسمة. فهو بيظبط الفوكس بتاعه، صعب يجيب كل العمق. نرجع للسلايد بتاع زمزم لو سمحت. The same. The last slide. Yes. احنا في زمزم اهو، السلايد بتاع زمزم احنا فيه. ده دلوقتي بقى بنقارن الكلام اللي شفناه، المية الطبيعية مفروض بتطلع ايه، هندخل بقى على مية الحنفية، المدن الحنفية. ادي مية يا نهار ابيض شكلها قبيح جدا. دي مية ايه؟ طوكيو. طوكيو اللي بيطلع منها احلى حاجة يعرف يطلعها منها دي، ما بتكملش شكل الكريستالة ولا حاجة. دونت دريك ذات واتر، ما تشربوهاش المية دي. نكست. دي مية لوس انجلوس في كاليفورنيا. يا ساتر يا رب، بص المنظر عامل ازاي. يعني فرق بين الكريستالة الطبيعية وبين ده، وهي هي نفس النقطة وبيدخل جوه جسمك يقلب المية اللي جوه جسمك كده. يعني 70% من جسمنا مية. يقول لك بيسمم لي بدني. فعلا بيغيره. نكست وان. يا ساتر. شوفوا بقى ده في بانكوك بقى. بانكوك المية. مية. قبيح. خلينا بس نشرح للناس تاني انه ده مش شكل المية مثلا انها معكرة او حاجة، لا ده هي دي وحدة نقطة المية، علشان دي طبيعية ودي غير ودي ملوثة. هو بيستنى لما تيجي تظهر الجزيء الحلو ده، الكريستالة دي، وروح لقيتها في النقطة دي من التلج للسيحان. هو بقى المية بتاع الحنفية احلى نقطة فيها لما بيجيبها، ما بيجيبش احلى من اللخبطة دي بتاع الحنفية. التانية بقى بيقدر يمشي وراها، زمزم بقى والحاجات دي، لما يمشي وراها الكريستالة بقى تتوجد وكده، وتظهر كده وتظهر قوي، وبعدين تبتدي تسيح بعد كده. التانية عمرها ما بتوصل لتشكيل. عارف استاذ ابراهيم، ده بيرد على ناس كتير بتشكك ان مية زمزم دي لسه البئر فيها مية وكده، يعني انت فاهم ازاي الناس كلها ممكن تشكك في ده. اثبات علمي ان المية دي فعلا سليمة. يعني اظن يعني بعد كده يعني نكمل. دي في فانكوفر، شايفين فانكوفر. المية بتاعت فانكوفر يمكن احلى مية في بتوع الحنفيات، مش هايلة عشان مش كاملة، بس حنفية كندا مش اي حنفية. فانكوفر كمان مش اي كندا. يعني فانكوفر يعني جايبة حاجة مش بطالة. نكست وان. ادي لندن بقى. هي بايظة خالص. وده باريس. شكرا. دي حنفيات باريس. حنفيات باريس كل ده حنفية. ما جربش الحنفية المصري خالص. ده في برلين بقى. برلين ده شكلها قبيح قوي برضو.
شوف بتحاول تكون حاجه بس طالعه عامل زي الغراب اللي في الصحراء. ده ده بقى هنوري ايه تاثير الكلمات على الميه. على الميه كلمات. كلمات التاثير ليه نوعين، ممكن ان هو يقول الكلمه على الميه وممكن نجيب كلمه مكتوبه ويحطها على الميه. الكلمه المكتوبه الواحد بيكتبها بتبقى فيها فكر الانسان وهو بيحطها، لكن حتى لو جبنا كلمه مكتوبه مثلا بالعربي كده الشكل الحروف نفسه في طاقه، فحتى لو واحد مش فاهمها برضه بتشكل الميه. فهنشوف هنا الميه بتفهم كل لغات يا باشمهندس. الميه فيها يعني ايه، نقدر لما نقول ان الميه فيها برنامج الحياه، يعني كل صفات الحياه في الميه مبرمجه في الميه دي. اي حاجه بالرنين بنحيي اي صفه، يعني مثلا ايه الانسان صفات ايه، صفات البصر ما هي موجوده، يعني زي اسماء الله الحسنى في الكون كل الصفات، فصفات البصر صفات السمع صفات الكلام موجوده في الكون فبرنامجها موجود في الميه بتاع الحياه. تدخل في جسم الانسان لو البرنامج موجود انا اكتسب هذه الصفات، يعني الانسان ما كانش هيقدر يشوف ولا يسمع ولا بتاع لو الصفات مية في الميه. خلينا نشوف طب دلوقتي الميه والكلمه، الميه بتفهم الكلمة. تاثير الكلمه دي مش بالاسلوب العقلاني بتاعنا لكن باسلوب الطاقه طاقة. تاثير الطاقه بالزبط. فعايزين فما تستغربوش من الحاجات دي ابدا. يعني لما حد بيقول للميه بيبص لها ويقول لها ثانك يو، شكرا شكرا، ده شكل الكريستاله لما بتقول للميه شكرا، هو قال لها شكرا باللغه الياباني جابانيز. فالنيه هنا النيه بتشكل الماء طاقه فعمل الكريستاله حلو على شكرا. واحد بيقول يوفول بقى، يعني واحد بيقول لواحد يا غبي بالياباني يعني، فقال للميه انت غبيه بيقول لواحد انت غبي او الميه انت غبيه، ام ايه النيه دي راحت على طول الميه زعلت عملت الشكل ده وما بتعرفش يطلع منها الا الكريستاله دي. نيكست وان، هنا واحد بيقول ملاك، يعني بيقول كلمه ملاك فطبعا راح ابتدى يطلع حاجات حلوه كده، ابتدت تطلع زي الزهور كده. بيقول شيطان، ده جاب لنا عين الشيطان راحت العمليه ايه، تشوف الميه اتشكلت. نيكست وان، واحد بيقول للتاني بيدي التاني امر، يعني بيقول له دوت، بيدي له امر يعني شوف نتيجه الامر الشديد بقت عامله زي الدم ملخبطه الدنيا. واحد بيقول للتاني بقى بطريقه لطيفه ليتس دوت، يلا لو سمحت ليتس دوت، كلمه نور وبعض الكلمات القبور. فشوف الايه، يعني كلمه الانسان لغيره بتغير كيان الانسان التاني ده، يعني حظه وصحته كل حاجه بتغيرها فيه فعلي مش ايحاء. نيكست وان، واحد بيقول للتاني لاف اند ثانكس، يعني بالحب كده بيتشكر له عمل الميه كده فبقت الميه شكلها كده، الميه بقى شكلها اتسالت، الميه بقت شكلها عامل كده.